Sport News. برعاية تاع فواياج. سافر وعينيك مغمضة. لانستون كافي. ان انستون بويتيك. الوغ دو كافي. قل من ساعة تفصلنا عن مباراة القمة نهائي كأس الاتحاد الافريقي بين النجم الساحلي اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي. ما نطولش عليكم. نمشيو مباشرة جوهانسبورغ وين موجود مراسل مبعوث كنوز اف ام الخاص لجنوب افريقيا طارق. طارق المجريسي. طارق مرحبا بك. مرحبا بك حمدي. تحية ليك. تحية لكل مستمعي. من أمام ملعب أورلاندو في جوهانسبورغ بعد أقل من ساعة ينطلق ذهاب نهائي دورة النهائي كما قلت من كأس الاتحاد الأفريقي بين أورلاندو الجنوب أفريقي والنجم الرياضي الساحلي. النجم كان غادر نزل الإقامة قبل ساعة ونصف من توا. الملاعبية مازالوا كيف مش يدخلوا لحجرات الملابس بعض التعطيلات لبسيطة للباحة الإعلامية والجماهير النجم الرياضي الساحلي تحاولوا تقريبا 300 محب الموجودين هنا في جوهانسبورغ. قلت تعطيلات بسيطة في الدخول لملعب أورلاندو. مازلنا كيف دخلنا من البوابة الكبيرة قرب برشا من الدخول للملعب الرئيسي هيك عليه ممكن تسمع حمدي بعض الريح ممكن ولا بعض الصوت 5-5 طارق زي في الملعب ندخل ليه زي في تقريبا بدينا نسمعوا في بدينا نسمعوا في جماهير اورلاندو بيراتس الزمامر نتاعهم تبارك الله. الفوفوتيلا موجوده في كل بلاصه تقريبا سونها 3000 تونسيه. الجماهير الكل عندها الفوفوتيلا جماهير الكل لابسه بالالوان السوداء. ثم زاد جماهير تشستر فيلد الموجوده لابسه الازياء الحمراء وتم اعتقاد انهم ممكن باش يساندوا اليوم ممثل كرة القدم التونسية ان شاء الله باش يساندوا بالطبيعة منافس غريمهم التقليدي اورلاندو بايرتس. ما نسولش برشا حمدي باش نعطي تشكيلة النجم الرياضي الساحلي حراسة المرمى زياد الجزائري على اليمين حمدي الحكيم على اليسار محمد الدفاع زياد بوغطاس كبار الجبل في وسط الميدان فرانك كوم محمد أمين بن عمر حمزة الأحمر علي الإبريقي إيهاب المساكني وبغداد بوجاح.